يشترط في كون شيء شعيرة من شعائر الله أن يكون في عهد المشرع، يعني إذا شيء يقودنا إلى الله تعالى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فرضا ما كان في عهد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وجد قبل 100 عام، 200 عام، 300 عام، أكثر أقل، يتمكن واحد يقول هذا الشيء ما كان في عهد النبي؟ إذن نرفضه، إذن لا نقبله، يمكن واحد يقول هذا الكلام؟ الجواب على ذلك باختصار، هذا بحث مطول، علماء الأصول بحثوا هذا المبحث، المحقق النائني رحمة الله عليه وهو أستاذ الفقهاء المعاصرين كثير منهم أو شيخ مشايخهم باحث هذا المبحث. القضايا الشرعية عادة تساق على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. القضية الحقيقية يعني شنو؟ يعني مفهوم. هذا المفهوم له أفراد في عهد النبي صلى الله عليه وآله. هل هذا المفهوم يختص بتلك الأفراد الموجودة؟ لا. القضية الحقيقية هذه طبيعتها أنها تستوعب جميع الأزمنة وجميع الأمكنة وجميع الأفراد، يعبرون الأفراد المحققة الوجود والأفراد المقدرة الوجود، حتى إذا فرد ما كان، شيء ما كان، ولكن إذا وجد هذا الفرد بعد 1000 عام، بعد 2000 عام، بعد 3000 عام، ذلك المفهوم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله أو ذكره الله ينطبق على هذا الفرد حتى إذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله. لا يشترط أن يكون الشيء في عهد النبي صلى الله عليه أو في عهد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليه. في الحديث الشريف، الآن أجيب مثال ثم أنتقل إلى شعائر الله، من أنار مسجدا فله كذا. أنار، الإنارة، من أحب ألا يظلم لحده، يعني قبره يكون مضيء، لحده يكون مضيء لا يكون مظلم، فلينور المساجد. إنارة المساجد فيها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الإنارة في عهد النبي صلى الله عليه وآله شلون كانت؟ كيف؟ بالمصابيح الزيتية مثلا، أو النفطية، أو ما أشبه الزيتية. يعني هذا الحديث فقط يشمل ذلك الفرد اللي أناره بالمصابيح الزيتية مثلا الشكل. يعني إذا اليوم واحد أضاء المساجد بالمصابيح الكهربائية مو مشمول لهذا الحديث؟ تقول لا، إلا تجيب في المسجد مصباح نفطي أو زيتي حتى يشملك هذا الحديث. فإذا جبت مصباح كهربائي ما يشملك هذا الحديث. هذا منطق؟ هذا واحد من العلماء يقبله؟ هذا واحد من العلماء قاله؟ هذا واحد من الفقهاء يقر؟ القضية الحقيقية لا يطرح فيها هذا. بعد 1000 عام يمكن كل هذه المصابيح الكهربائية تذهب، بعد ما لها وجود. الإنارة يكون بشكل آخر فلا يشمله هذا الحديث. هذا مو منطق، هذا مو كلام. شعائر الله لا يمكن أن يقال إنها بدعة لأنها ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله. لا، أي شعيرة من شعائر الله، أي شيء
يقودك إلى الله سبحانه وتعالى غير المحرمات وترك المحرمات؟ لا، أي شيء خارج نطاق المحرمات يقودنا إلى الله هو مشمول لهذه الآية. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المدارس الدينية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء اللي يفتتحون المدارس الدينية كانت؟ لا، ما كان هذا الأسلوب، هذا المنهج ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله. كانوا يقعدون حلق في المساجد، أستاذ، معلم، كتاب، كانوا يدرسون الأطفال. فإذن المدارس الدينية مو مشمولة لهذه الآية. هذا منطق؟ يقبلون هذا المنطق؟ لماذا لا يقبلون هذا المنطق في المدارس الدينية؟ لا يحكمون هذا المنطق في تلك المواقع ويحكمونها في مواقع ثانية. هذا مو منطق. شعائر الله تعالى كل شيء يقودنا إلى الله، يذكرنا بالله، يدلنا على الله، هذا من شعائر الله. وتعظيم هذه الشعائر دليل على تقوى القلوب.